هذا اللقاء كيجي في إطار 16 اليوم ديال الحملة الأممية من أجل مناهضة العنف ضد النساء، وهو لقاء جمعنا فيه متخصصين وفاعلين أساسيين من مجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وزارة التعليم، وأيضا خبراء في مجال الإعلام والقانون، من أجل في الحقيقة لأننا اعتبرناها محطة أيضا لإعادة التقييم، لأننا أخذنا شعارنا المسيرة نحو المساواة ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، لأننا اعتبرنا أنه بالرغم من كل المكتسبات ما بين قوسين اللي حققها المغرب في مجال مناهضة العنف سواء على مستوى التشريع أو على مستوى الممارسة الاتفاقية، لكن دائما هناك تحديات ما زالت قائمة، تحديات بنيوية ترتبط بتغيير العقليات وبالترويج لثقافة حقوق الإنسان، وترتبط بإصلاح مناهج التعليم، ترتبط أيضا بإصلاح صورة المرأة في الإعلام، وترتبط أيضا بوضوح سياسة عمومية للحكومة المغربية في مجال إقرار المساواة ومناهضة كل أشكال العنف ضد النساء. طبعا هناك خطط وبرامج، ولكن لا ترقى إلى أننا نتحدث اليوم على وجود سياسة عمومية مندمجة شاملة اللي يمكن لها تكون فيها عدة مبادرات بشكل موازي، ومخصص لها ميزانية أيضا وموارد بشرية من أجل القضاء على ثقافة التمييز داخل المغرب، داخل الفضاء العمومي والفضاء الخاص. في هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 جانبير، اليوم جمعية عدالة وعدد من الفاعلين يستحضرون معا المسألة النسائية تحديدا لأهميتها في أفق المساواة الكاملة كأحد الأعمدة الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي. وبهذه المناسبة استحضروا كثير من القوانين التي وضعت، لكن تنزيلها كان تنزيل معيب أو تنزيل ناقص، ونستحضروا هنا بالتحديد نظام الكوطة، هيئة المناصفة، عدد من القوانين التي ينبغي اليوم إلقاء الضوء عليها من جديد وتعديل ما ينبغي تعديله. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.